بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. طلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى درس جديد من دروس اللغة العربية، ودرسنا اليوم بعنوان إضافة الظروف إلى إذ. مرة ثانية أجدد التحية بكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف التاسع في المدرسة الفلسطينية في الدوحة. درس اليوم هو في فرع الإملاء بعنوان إضافة الظروف إلى إذ. قبل أن نشرع في درسنا هذا، نتذكر معا درس مضاف إليه. هناك بعض المعلومات في درس مضاف إليه يجب أن تكون حاضرة عندنا في هذا الدرس. نحن في درس المضاف إليه قلنا أن المضاف إليه هو اسم مجرور، طبعا غالبا يكون معرفة، يحدد نوع الاسم الذي قبله. المضاف إليه هو اسم مجرور معرفة، يحدد نوع الاسم الذي قبله. الآن هذا الاسم الذي قبله نسميه المضاف. إذن أول معلومة أعرف أنه لدي مضاف ومضاف إليه، دائما المضاف إليه يسبق بكلمة تسمى المضاف. هذه أول أمر، أول معلومة. المضاف إليه دائما يسبق بكلمة تسمى المضاف. تمام؟ الأمر الثاني اللي نعرفه في درس المضاف، من درس المضاف إليه، نحن قلنا ما هي الحالات التي يأتي فيها الاسم مضاف إليه؟ قلنا الاسم المعرفة بعد الاسم النكرة يكون هذا المعرفة مضاف إليه. قلنا أيضا معلومة، قلنا دائما بعد الظروف غير المنونة يأتي مضاف إليه. يعني الظرف يكون مضاف والاسم الذي بعده يكون مضاف إليه. تذكرون ذلك؟ الظرف يكون مضاف، الظرف غير المنون. غير المنون الذي لا ينتهي بتنوين يكون هو المضاف، والاسم الذي بعده يكون مضاف إليه. لاحظوا هنا كوننا قبل الحديقة، في هذا المثال هنا الحديقة مضاف إليه، فقبل ماذا يكون؟ مضاف وهو ظرف. وقلنا دائما وابدا بعد الظروف غير المنونة ياتي الاسم الذي ياتي عليه يكون مضاف اليه. طيب نذكر هذه المعلومه جيدا اللي راح تفيدنا بدرس اليوم. اذا الظرف بعده الاسم الذي ياتي بعده يكون مضاف اليه، والظرف هو المضاف. من الظروف قبل، بعد، فوق، تحت، خلف، حين، يوم، ساعة، ليلة، كل هذه ظروف إذا كان للزمان أو للمكان. الآن ننتقل إلى درس اليوم. ننتقل إلى درس اليوم اللي هو بعنوان إضافة الظروف إلى إذ، وصفحة 120. إضافة الظروف إلى إذ والصفحة 120 من كتاب. هذه طبعا كما ترون الدرس يبدا بتذكره بالمضاف اليه، انه اسم مجرور ياتي بعد نكره لتوضيحها او تعريفها. يسمى ما قبل المضاف اليه بالمضاف. مثال ذلك قبض رجال الشرطه على السارق. فالرجال هي المضاف والشرطه هي المضاف اليه. المضاف اليه مجرور على مجره الكسره. هذا ما تحدثنا عنه. ايضا تذكر ان الظرف غير المنون ياتي بعد مضاف اليه. الكتاب فوق الطاولة، فوق ظرف مكان منصوب على نصب الفتحة وهو مضاف. الطاولة مضاف إليه مجرور بالكسرة. ما علاقة ذلك بدرس اليوم؟ اليوم طلاب الأعزاء، إذا كانت كلمة فوق، الظرف فوق هي المضاف والطاولة هي المضاف إليه، اليوم راح نأخذ عندما يأتي المضاف إليه كلمة إذ، لتكون كلمة إذ هي المضاف إليه. كيف سنكتب الظرف مع المضاف إليه؟ إذن في درسنا اليوم سيكون المضاف ظرفا حصرا، إما ظرف زمان أو مكان، قبل، بعد، حين، يوم، ساعة، والمضاف إليه إذ أو إذن. لاحظوا، انتبهوا جيدا معي، المضاف إليه سيكون إذن بالكسرة أو إذ. هنا ما ربنا اليوم درس املاء، يعني ليه لا يوجد عند درس قواعد، لا يعني ليس موضوع اليوم اعراب اذ او اعراب يوم او اعراب، لا
انا اللي يهمني كيف ساكتب اليوم. الهدف الاونرز كيف ساكتب الظرف مع اذ، وكيف ساكتب الظرف مع اذا. اذا ما يهمني اليوم في درس اليوم، ما يجب علي معرفته، هو كتابة الظرف مع إذا أو الظرف مع إذ. هيا بنا على الرسم. لنبدأ بالحالة الأولى، الظرف مع إذا، الظرف زائد إذا. كيف سيكتب؟ الظرف زائد إذا. كيف سيكتب الظرف زائد إذا؟ لدي ظرف تأتي بعده، يأتي بعده مضاف إليه هو كلمة إذا. كيف سأكتب؟ لاحظ طلاب، يقول إذا جاء الظرف وبعده كلمة إذا، فيتصل الظرف بكلمة إذا ويكتبان كأنهما كلمة واحدة. إذا جاء الظرف، إذا جاء بعد الظرف كلمة إذا المنونة، المنونة، انتبهوا انتبهوا طلابي، إذا جاء الظرف، إذا جاء بعد الظرف كلمة إذا، وهنا تكون إذا كما قلت مضاف إليه، لأن بعد الظرف كلمة إذا المنونة، فإنها والظرف يكتبان كلمة واحدة، يتصلان مع بعضهما في كلمة واحدة. مثال ذلك قول الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. لاحظ لدي كلمة حينئذ، هذه كلمة حينئذ، انتبهوا إليها أضللها لكم. حينئذ هذه الكلمة عبارة عن كلمة حين زائد إذا، اتصلت إذا أو اتصل الظرف حين بالمضاف إليه إذا، فكتبا كأنهما كلمة واحدة، حينئذ أو كتبا كلمة واحدة حينئذ. لاحظنا ماذا تم، ماذا أسمي هذا التنوين الذي تنتهي به كلمة إذن؟ لا، وماذا أسمي هذا؟ قال يسمى تنوين عوض. لماذا هذا التنوين؟ قال لأنه عوضا عن كلام محذوف هنا، يعني كأن مراد الله سبحانه وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ بلغت، وأنتم كأن المراد هكذا، وأنت كأن المراد بهذا الشكل، نكتبه حتى ما، وأنتم وأنتم حينئذ، لاحظ أكتب هنا إذ بدون تنوين لأنه ما لا يوجد كلمة، حين بلغت، وأنتم حين إذ بلغت الحلقوم تنظرون إلى الميت. طبعا الآية تتحدث عن الإنسان إذا بلغت روحه إلى حلقه، إلى الحلقوم، وبدأت تخرج من جسمه، فماذا يفعل أقاربه؟ يجتمعون حوله، ولا حول لهم ولا قوة، ينظرون إليه فقط كيف يموت. فأنت الآن هكذا تقدير الكلام، وأنتم الجملة الثانية من الآية هذه هكذا تقديرها: وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. فهذا التنوين جاء بدل، لاحظوا، بدل هذه الكلمة بلغ، فحذف هذه الكلمة ووضع بدلا منها تنوين يسمى تنوين عوض. تمام، هذا بالنسبة إلى المثال الأول. إذن المثال الأول: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. حينئذ جاء الظرف حين مضاف، وكلمة إذ مضاف إليه. الآن راح أتحدث عن أعرابها بعد قليل للفائدة، ولا اليوم موضوعي هو الإملاء ليس موضوع العرب. فكتبتا كلمة واحدة حينئذ، حينئذ، هذا الأمر الأول. نأخذ مثال ثاني. عند النصر العظيم يومئذ سنفرح جميعا بإذن الله تعالى، في تحقيق عند تحقيق القدس بإذن الله تعالى.
عند النصر العظيم يومئذ سنفرح جميعا. أيضا يوم ضرب، ضرب زمان. إذا كلمة يوم أيضا ظرف زمان، لاحظوا جاء بعده المضارع إذن، فكتبتا كلمة واحدة لأن إذن منونة. إذن إذا كانت إذن منونة فإنها والظرف الذي قبلها يكتبان كلمة واحدة يوم إذن. هذا الملخص الزبدة من الدرس. طيب ماذا أعرف يوم إذن؟ أعرفها كما هي، يوم ظرف زمان منصوب الفتحة، إذ اسم مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، طبعا معناها بإمكانك أن تقول إذا إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. وتنوين إذن، إذن هذا التنوين تنوين عوض عن كلام ما. تمام. المثال الثالث، نجحت نجاحا باهرا. ساعة إذن شعرت بالسعادة. هنا ما هو الظرف هنا؟ تفضلوا، ما هو الظرف هنا؟ أين الظرف هنا وأين المضاف إليه؟ يلا يا شباب. أين هنا الظرف؟ رفع الأيدي. تفضل محمد أكرم. نجحت نجاحا باهرا، ساعة إذن شعرت بالسعادة، أين الظرف؟ أستاذ الظرف ساعته، أيوة. والحرف إذن هو المضاف إليه، تمام. إذا إذن هو المضاف إليه. طيب لماذا كتبتا في كلمة واحدة حسب القاعدة؟ يتصل القاعدة المعروفة. نعم، اقرأ لي القاعدة الأولى. يتصل الظرف في الرسم الإملائي الكتابة يعني عند إضافة إلى إذ المنونة، عند إضافته إلى إذ المنونة، صح؟ فهذه تنطبق صح. عليها هذه القاعدة اللي قرأتها يا محمد، جيد. لاحظ أصل الكلمة ساعة، أصل هكذا إذ، بما أنه إذ منونة تنوين عوض، يسمى تنوين عوض لأنه عوض عن كلام محذوف. نجحت نجاحا باهرا، ساعة إذ نجحت، حذف كلمة نجحت، ساعة إذ نجحت شعرت بالسعادة، حذف كلمة نجحت ووضع عن بدلا منها هذا التنوين ساعة اختصارا، يعني لأن يعني الكلام معروف المعنى مفهوم فحذفه. العرب دائما إذا كان المعنى مفهوم تحذف تختصر. نجحت نجاحا باهرا، ساعة إذ شعرت بالسعادة، فكتبها بهذا الشكل ساعة. طبعا التاء المربوطة تصبح مبسوطة في وسط الكلام إذن. ساعة إذن. الآن المثال الذي بعده، كان الجو باردا ليلة إذن أمطرت كثيرا. كان الجو باردا ليلة إذن أمطرت كثيرا، أين هنا الظرف وأين المضاف؟ أيضا برفع الأيدي. كان الجو باردا ليلة إذن أمطرت كثيرا. يا تفضل عمر. أستاذ إيش السؤال؟ الظرف، أين الظرف في هذه الجملة؟ الظرف ليلة، ليلة ليلة، نعم. ها راح أكتب أنا المضاف، نعم. المضاف إليه إذن. المضاف إليه إذن. طيب الآن اجتمع عندك يا عمر ليلة ظرف زائد إذن منونة، صح؟ ألا ترى التنوين معي؟ صح. فماذا كيف تكتب الآن هذه الكلمتين؟ تكتبان في كلمة متصلة. متصلة. ننتبه إذا كان الظرف ينتهي بتاء مربوطة تصبح ماذا؟ إذا كان ينتهي بتاء مربوطة تصبح مبسوطة، لأن التاء المربوطة لا تأتي في وسط الكلمة كما تعرفون ذلك. يعني إذن، لاحظوا إذن.
هذا التنوين ماذا أسميه يا عمر؟ تنوينه عوض، واضح؟ عوض. نعم عوض. كان شوف واضح تقدير الكلام، دائما إذا في تنوين معناته في كلام محذوف، دائما إذا في تنوين في كلام محذوف. كان الجو باردا ليلة إذ، كان الجو باردا أمطرت كثيرا، هكذا أصلا. هذا نعم، هذا هو القاعدة الأولى، ونسمي هذا التنوين إذا تنوين عوض، أي عوض عن كلام محذوف. يلا شباب، من يقرأ لي القاعدة الأولى؟ برفع عليك، اقرأ لي القاعدة، استرجع لي القاعدة، من يعيدها لي القاعدة الأولى؟ يلا يا شباب، غير عمر ومحمد اللي شاركوا معي. اختار أنا، اختار أنا طارق. تفضل طارق، فتح الصوت عندك. استاذ ايش السؤال؟ اعد لي القاعده الاولى. يلا. يتصل الظرف في الرسم الاملائي الكتابه عند اضافه الى اذن، اضافته الى اذن المنونه. اقرا الامثله. واحد، فلولا اذا بلغت الحق الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، حين زائد إذن تساوي حينئذ. نعم صحيح. الثاني، أقرأ الثاني. عند النصر العظيم يومئذ سنفرح جميعا، يوم زائد إذن تساوي يومئذ. ممتاز. قرأنا الفائدة العربية يا طارق. فائدة عربية، يوم ظرف زمان منصوب بالفتحة، إذ ظرف لما مضى من زمن. نعم. الزمن مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، حرك بالكسر لالتقاء الساكنين وتنوين إذن تنوين عوضا. شكرا لك، إذا واضح الأمر حتى ما أشكرك. أذكركم إذ بإمكانك، هذا طبعا إحنا درسنا اليوم درس إملاء، أنا فقط يهمني أنك تعرف كيف تكتب يوم إذن حين إذن إذا كانت إذن منونة. لكن من ناحية الفائدة، إذ تستطيع أن تختصر الإعراب، تقول اسم مبني على السكون أو في محل جر مضاف إليه، تقول مبنية على السكون في محل جر مضاف إليه. طيب، إذن أما القاعدة الثانية ننتبه عكس الأولى، القاعدة الثانية عكس الأولى، إذا أضيفت الظروف فوق تحت ساعة ليل يوم أي ظرف إلى إذ غير المنونة، غير المنونة، هنا لا يحدث عندي أي تغيير، فإننا نفصل بينها وبين المضاف على اعتبار أن إذ مضاف إليه قبلها مضاف. مثال ذلك قول الله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ، تبه إذ هديتنا، بعد إذ هديتنا، فهنا لاحظوا عندي بعد وإذ جاءتا ولم تتصلان في الرسم الإملائي بكلمة واحدة، لم تكتبان كلمة، لم تكتبا كلمة واحدة. السبب أن إذ هنا غير منونة، لا يوجد هنا كلام محذوف تنوين، فبقيت كل كلمة على حالها في مكانها. إذا ننتبه إلى النطق، ننتبه إلى شكل الكلمة إذا كانت فوق سكون أو تنوين تحته، فننتبه إلى ذلك جيدا. هنا بقيت على حالة. إذا كانت إذ غير منونة، إذا كانت إذ غير منونة هكذا فوق السكون، فإنها والظرف الذي بعدها يبقيان منفصلين، لا يتصلان، لا تتصل إذ مع الظرف الذي قبلها. هذا بالنسبة إلى القاعدة. فإذا عندي فكرتين في هذا الدرس فقط لا غير، ظرف زائد إذن المنونة يكتبان كلمة واحدة، ظرف زائد إذ اللي مبني على السكون لا يكتبان ظرف كلمة واحدة، يبقيان كلمتين. داود معي يا ابني؟ أي أستاذ معك. عندنا القاعدة الثانية، إذا أضيفت الظرف إلى إذ غير المنونة فإننا نفصل بينهما، نعم، بينها وبين المضاف. أعطيني مثال. المثال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.
لاحظت انه كيف كتبتها منفصل. هذا بالنسبه الى درس اليوم. اذا هذا هو بالنسبه درس سهل، درس في الاملاء ما فيه الا الحتتين هذول، تنتبهون جيدا. المطلوب منك ان تعرف تكتب الظرف مع إذن او الظرف مع إذ، هذا هو المطلوب منك الان. الان لدي في صفحه 121 بعض التدريبات راح نحلها انا وانتم، ثم اعرض لكم الاجابه. هذا كتابنا، نفتح صفحة 121، صفحة 121 التدريب الأول. نبين سبب الرسم الإملائي للظروف المضافة إلى إذن فيما يلي. ألف، لما كانت الأسرة مدرسة الطفل الأولى في غرس مفاهيم الوعي المروري، عند إذن يجب علينا إنشاء جيل يحترم حق الأولوية والنظام. إذا لماذا كتبت عند وإذن كلمة واحدة هنا؟ بسبب ماذا؟ يلا يا شباب سهل، تفضل محمد. طيب عمر. سؤال، لأنها متصلة بإذن المنونة. أنت بإذن المنونة، أحسن. الآن راح نعرض الإجابة بعد قليل فقط. عمر بن الخطاب، يا عمر كلنا يحب عمر، هذا البطل الفذ الذي أعز الله به الإسلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انتبهوا إلى صفات عمر، انتبهوا إلى سلوك عمر، انتبهوا واقتدوا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سلك طريق الصراحة والحزم في الإسلام، وكان قبل إذن لا يعرف العبث والوهن والرياء. الوهن هو الضعف، العبث واضح، إذا لا يعرف حتى العبث هذا حتى قبل الإسلام. لاحظ صفاته قبل الإسلام كيف أن الإسلام عززها، ولا يعرف العبث والوهن والرياء ولا الحذلقة والإدعاء. إذا الرجل يعني كما نقول يعني إحنا في المصطلح الشعبي لا يجامل، يعني لا يجامل، لا يكول في الحدا، يعني لا يجامل حدا، رجل صريح قوي واضح. الآن اللي يهم الآن في هذا، قبل إذن لماذا كتبتا أيضا بهذا الشكل؟ لماذا رسمتا كتابة بهذا الشكل؟ نفس نعم نعم تحصل عندك ابن محمد غير ابن مين يجاوبني أيضا؟ سبب واضح، تفضل استاذ عبد العزيز. سؤال بس، لماذا كلمة قبل إذن، قبل وإذن كتبتا متصلتين؟ لأن إذ كانت منونة، أي أن الظرف قبل أضيف إلى إذ المنونة، منونة نعم صح. الآن التدريب الثاني، انتبهوا التدريب الثاني مهم للامتحان. التدريب الثاني، التدريب الثاني هذا التدريب الآن هذا التدريب مهم. هذا مهم للامتحان. نختار من بين الأقواس الكلمة المناسبة ونضعها في الفراغ. تبع، قاد خالد ابن الوليد معركة اليرموك، وبعد إذن غسمت جيش كراديس. وبعد إذن أي واحدة منهما صحيحة؟ هذه بعد إذن، انتبهوا على كلامي، بعد إذن ألا هذه بعد إذن، أيهما؟ يلا برفع الأيدي يا شباب. سيف أستاذ، هاي بعد إذن الأولى. الأولى، أحسنت، إذن هي الأولى. طيب أستاذ كيف راح نعرف أي واحدة نحط؟ أمرين، انتبه على نطقي، بعد إذن، أما هذه بعد إذ، هكذا تقرأ، تمام؟ واضح أولاً؟ ثانياً أستاذ يعني أنا لحظة خليك قصدي كلامي، ثانياً وهو الأهم، انتبه إلى معنى الجملة،
قاد خالد ابن الوليد معركة اليرموك، وبعد إذ وصل اليرموك وبعد إذ تولى القيادة مثلا غسم الجيش إلى كاديس. أين كلمة تولى؟ أين كلمة قادة اللي بعد إذ محذوفة ووضع بدل عنها تنوين، هذا تنوين عوض، فلذلك بعد إذن. أستاذ يعني إذا كانت التنوين موجودة بيكون في إشي محذوف. هذا أحسن، أيوة بهذا الشكل، نعم. طيب، قطع المسلمون شفاه الإبل ولكنهم قبل إذن سقوها حتى ارتوت. إذن أيضا نفس التغيير نفس الجدد. يلا عمار، محمد أكرم، أين ذهبت؟ نعم أستاذ. يلا، أيهما أختار؟ قطع المسلمون شفاه الإبل ولكنهم قبل إذن سقوها قبل حتى ارتوت. الأولى أم الثانية؟ أيهما قبل إذن؟ الثانية قبل إذن. إذن الآن أعرض لكم الإجابات. هذه الإجابات. إذن بهذا يكون قد انتهى هذا الدرس، إضافة الظروف إلى إذ. ليهمني هذه الإجابات لما نكون، ليهمني تعرف كيف تكتب. طيب، لفعل تقول ملخصها السريع. لكن حبعته إن شاء الله. ليهمني تعرف كيف تكتب الظرف مع إذن المنونة أو الظرف مع إذ غير المنونة. وانتبه، عندما يكون تنوين هذا يسمى تنوين عوض، يعني هناك كلام محذوف. إلى الآن راح نأخذ بعد قليل القيام، فابقوا معي إلى هنا، يعني يكون انتهى الدرس اليوم. ألقاكم إن شاء الله في دروس قادمة. لهنا لا نبقى حتى نأخذ أكثر.